مشاهدينا حياكم الله وإلى فقراتنا لهذه الليلة مع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، حيث تم الإعلان مساء الأمس عن الفائزين بدورتها الخامسة. تعد هذه الجائزة الأولى من نوعها عربياً لتكريم وتسليط الضوء على إنجازات الأفراد والمؤسسات في مجال الاتصال الحكومي. تفاصيل حفل تكريم الفائزين بجائزة الاتصال الحكومي نتابعها في هذا التقرير. برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، نظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة حفل تكريم المؤسسات الحكومية والأفراد الفائزين في الدورة الخامسة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي ينظمها نادي الشارقة للصحافة، وذلك في مسرح المجاز بالشارقة مساء الأمس. جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في عامها الخامس كان هناك إقبال كبير على هذه الجائزة، أكثر من 230 مشارك في هذه الجائزة. هناك أيضا فئات جديدة في هذا العام، على سبيل المثال الشخصية المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا أفضل مبادرة في عام زايد. نشكر كل المشاركين في هذه الجائزة، إن شاء الله نوعدكم أن نطور أيضا هذه الجائزة. في منذ عامين أضفنا دول الخليج العربي، نطمح إن شاء الله إلى إضافة أيضا الدول العربية، ونتمنى إن شاء الله أن تحظى الجائزة هذه باهتمام واهتمام أكبر من كافة المهتمين في الاتصال الحكومي. هذه الجائزة اللي هي تقليد سنوي استمر لخمس أعوام الآن، ورسخت مكانتها بين الجوائز العربية والعالمية، وهي تعتبر جائزة فريدة في هذا المجال التي تسعى إلى ترسيخ مبادئ التواصل بين المؤسسات والجهات الحكومية بالذات والمجتمع والجماهير. كرم الفائزين في الدورة الخامسة بمختلف فئاتها، والتي فاز فيها ضمن الفئات المرشحة كل من هيئة الشارقة للكتاب بجائزة أفضل ممارسة في الاتصال الحكومي، ودائرة التخطيط والمساحة بإمارة الشارقة بجائزة أفضل موقع إلكتروني حكومي. كما حققت مؤسسة الشارقة للإعلام جائزة الريادة الإعلامية تقديراً لإسهاماتها المتميزة في إثراء المشهد الإعلامي في دولة الإمارات والمنطقة عبر تقديم أعمال إعلامية متميزة وهادفة، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان بجائزة أفضل ممارسة في المسؤولية الاجتماعية. وسعادة مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق بجائزة أفضل متحدث رسمي، وغيرها من المؤسسات والدوائر الحكومية والأفراد المؤثرين في الساحة الإعلامية على مستوى الدولة والخليج العربي. بداية في الحقيقة هذا الإنجاز الذي حققته مؤسسة الشارقة للإعلام هو إنجاز لكل العاملين في هذه المؤسسة الرائدة التي تخطو خطى حثيثة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة للاستمرار في الإبداع والرقي والريادة دائما. أتمنى في الحقيقة أن نكون عند حسن الظن وعند الثقة التي توليها لنا دائما القيادة، وأتمنى إن شاء الله الاستمرار في هذا الإنجاز وهذا الإبداع، وأبارك لكل العاملين في مؤسسة الشارقة للإعلام. جائزة الشارقة للاتصال الحكومي ترسيخ لأفضل الممارسات في قطاع الاتصال الحكومي على مستوى المنطقة، داعماً للإنجازات والإبداعات في هذا القطاع الحيوي المهم.